شو هاد؟ دفتر ليو الرسام يا مولاي، لاقوه بدار النقش. ليو الرسام؟ وأنا شو بدي فيه؟ كانت هاي جواته. وكاتب في يومياته سلطانة هيام، هلا انت مو بتعرفي روسي؟ ترجمي لنا المكتوب لو سمحت. يلا هيام، شو عم تستني؟ ترجمي شو فيه؟ بركي منعرف السبب اللي خلى ليو يتركنا. سلطانة، ست فريال، بتحبي نبعت خبر للقصر؟ عطوا خبر للقصر. الله لا يعطيكم العافية اتنيناتكم. لك كيف تتركوا السلطانة لحالة؟ هلأ شو بدي أقوله لإبراهيم باشا؟ سامحينا، نلعوا نلعوا روحوا من وشي هلأ. يلا قريلنا شو كاتب. هلأ صار واضح إنه كل اللي بالقصر ما عم يتقبلوني. في ناس بيريدوني روح لأنهم ما بيحبوني أبداً. هون الخط ما كتير واضح، مو مفهوم. اللي بيع الصفحة اللي بعدها يا سلطانة، لأنه بهديك الصفحة ذاكر اسمك واسم جلالة السلطان. وإذا أنت مو حابة تكملي فيني جيب جارية روسية مشان الترجم. لا أنا بترجمه، معلش. اليوم لما كنت بالحديقة، السلطانة هيام والسلطان سليمان كانوا عم يتمشوا مع بعضهم. كنت رح جن لما شفتهم مع بعضهم. كان باين إنه السلطانة مو مبسوطة. بدهم ياني ارسم لهم رسمة للسلطان والسلطانة. قديه صعب هالموقف.
لأنه كل ما شفتهم كل ما شفتها كملي. لأنه كل ما شفتها ما بعرف شو بيصير لي. مولاي السلطان باشا. خير يا سنبل، ليش هيك ملباك؟ مو عارفان شو احكي يا مولاي. شو احكي يا بني ادم؟ السلطانة خديجة. شو اللي صاير معها؟ قبل شوي بعتولنا خبر السلطانة حاولت تنتحر. والله مو معروف يا باشا، بس قالوا لي انها حاولت تنتحر. خديجة